معايا كوبايتين من الدقيق، تمام؟ دقيق برضو زي ما اتفقنا مكتوب عليه كحك وبسكوت، او دقيق مكتوب عليه كيك، كوبايتين عليهم كوبايه زبده طريه، كوبايه واحده بس من الزبده الطريه، طريه يعني بدرجه حراره الجو، ما تبقاش سايحه ولا في الثلاجه، تمام. نص كوبايه سكر بودره منخول، 2 صفار بيض، تمام، 2 من صفار البيض. هنعمل ايه بالبياض يا مروه؟ في السحور بقى، فاهمه؟ اكسري معاهم بيضه كامله مع بقى ايه، حتت لحمه مفرومه مش عارفه ايه، في السحور على طول عشان بس تبقي عارفه. او ماسك بقى، ايوه صح يا نهى. ماسك بياض البيض، يعني بصي اتصرفي وخدي الصفار في وصفه البيتي فور، 2 من صفار البيض. طبعا معاهم فانيليا، واكيد طبعا رشه ملح على الدقيق وبس خلاص. دي المقادير المظبوطه للبيتي فور، ومعانا مكنه بيتي فور هنحط فيه العجينه، بتبقى العجينه لينه، وهنعملها مع بعض دلوقتي حالا. وعشان نزينها بقى عندنا بالمربى، بالعسل الابيض، بالشوكولاته البيضاء، شوكولاته بني، معانا بقى عندك مكسرات، عندك سبرينكلز بقى، جوز هند، براحتك بقى. التزيين ده بقى بتاعك، ممكن تقعدي تعملي سيرش بقى على النت، تشوفي افكار المحلات بيزينوا البيتي فور ازاي، والافتكاسات الجديده مثلا، بحيث ان انت تاخدي فكره ازاي تعملي الاشكال اللي عندك بشكل حلو وظريف زي المحلات. نبدا اول حاجه بالمضرب الكهربائي. صفار البيض، 2 من صفار البيض، وهحط معاهم الفانيليا اهو، ايوه فانيليا، وهنكمل ضرب. سكر البودره وكمان هكمل ضرب. خلي بالكوا طبعا انا مش حاطه بيكنج باودر خالص في البيتي فور خالص، ما بنحطلوش بيكنج باودر عشان شكل البيتي فور ما يتغيرش، لا يبقى على شكله كده اللي نازل من المكنه حلو وجميل، ما تلاقوهوش تخن قوي وكبر قوي واتفرد قوي، ملوش ابدا اي لازمه خالص البيكنج باودر في وصفه البيتي فور. هكمل ضرب بقى السكر مع الزبده مع صفار البيض والفانيليا. بقى على الدقيق رشه ملح، كوبايتين الدقيق، ونضيفهم على الخليط دوت ونقلب كويس قوي. طب احنا دلوقتي لو عايزين البيتي فور يبقى بالشوكولاته هنعمل ايه؟ هنشيل من مقدار الدقيق، احنا قلنا كوبايتين من الدقيق، شيلي من مقدار الدقيق مثلا ربع كوبايه واستبدليها بالكاكاو، او بمعلقتين كبار تشيليهم من الدقيق وتستبدليهم بمعلقتين كبار من الكاكاو، يعمل لك البيتي فور بالشوكولاته، يبقى ظريف جدا. بس احنا كده ضربنا الكلام ده كله، نبتدي بقى نحط بقى الدقيق اللي عليه ايه؟ عليه رشه ملح كده، ممكن بايدي بقى عشان ايه؟ عشان ننجز كده اهو. كل اللي احنا عايزينه الدقيق نلاقيه اختفى تماما، والزبده هي اللي سيطرت على العجينه بالشكل ده كده اهو. هو ده كده بالظبط. عايزه تدخليها الثلاجه مثلا ربع ساعه، يا سلام يا ريت، هتفرق معاكي وتبقى حلوه جدا. مستعجله ومش عايزه تدخليها الثلاجه ولا حاجه، برضو هتبقى ظريفه مفيش مشكله كده اهو، تمام. هو ده كده يبقى شكلها، بصوا تبقى ايه، بصوا مش ناشفه خالص، ملزقه خالص، بصوا طريه خالص وملزقه. هي دي كده عجينه ايه؟ البيتي فور. وزي ما اتفقنا عايزينها بالشوكولاته، هنشيل معلقتين كبار من الدقيق ونستبدلهم بالكاكاو الخام. ونوع الكاكاو يا جماعه بيفرق جدا في نجاح الوصفه، عشان تعمل طعم البيتي فور طعم شوكولاته حلو، مش تجيبوا اي كاكاو كده وخلاص، لا خلوا بالكم الحكايه دي. بقى من العجينه كده، وندخل ايه جوه مكنه البيتي فور بالشكل ده كده اهو، نضغط كده بهذا الشكل الظريف. وهقوم ايه زي ما قلت لكم، انا بختار اصلا شكل النجمه هنا، هقفل بقى هنا كده على المكنه بالشكل ده، خلاص كده هي جاهزه. وهحط بقى هنا كده في الصينيه، غالبا اول واحده دي بتبقى ايه، عقبال بس ما المكنه كده تشتغل. دي لزقت برضو، مش
استنوا استنوا بقى، لا بقى مش هيفرق معاك الكلام ده يا مكنة، احنا في البرنامج وحلقات العيد، الهي ربنا يخليكي يعني. كده اهو اهو، يا سلام، شكرا والله يا مكنه البوتيفور، ربنا يهديكي. لا دي زعلت، ماشي معلش. يا جماعه هنفضل نعمل كده، انتوا تلاقيكم حافظين الهيصه اللي احنا بنعملها دي، هي دوسه واحده يعمل لك الشكل بالمنظر ده. قصه التسويه بقى بتاعتها بقى، فرن سخن درجه حراره 180، مش اعلى يا جماعه من 180 ابدا، 180 بالكتير، في الرف اللي في النص، ومن غير ما نفتح الشوايه ولا اي حاجه، بالكتير قوي قوي بنتكلم في 7 دقائق 8 دقائق، يمكن اقل من كده كمان. البتيفور حساس قوي وبيلون بسرعه، فخلي بالك من الحكايه دي جدا جدا، بهذا الشكل الظريف زي ما قلت لكم، هتلاقوها استوت وبقت ظريفه ومحافظه على شكلها عشان مش حاطين لها بيكنج باودر. هنجيبها لنا دلوقتي استاذ صابر، لو سمحت يا استاذ صابر هات لنا اللي استوى اهو اهو، اللي بالشوكولاته او بالفانيليا، هنلاقيه محافظ على شكله واخد لون حلو من تحت. بصوا هو ده التسويه اللي انا عايزاها، مش عايزه الاقي البتيفوريه غمقت عن كده ولا اي حاجه، ومحافظه على شكلها ما اتنفختش ولا حاجه، ويعجبكم كل سنه وانتم طيبين. هنطلع فاصل اوام اوام، الم الكلام بقى ده كله ونرجع اقول لكم عملنا ايه. خليكم معانا.